بنخلي السوالف في العراق هذه بعدين شوي، خلينا بس هذه منطقة بداية الذكريات، وانت ذكرياتك مزدحمة بالفرح والترح وكل شيء الحمد لله. لكن خلينا نبدأ بالتكوين والطفولة، وين كان وكيف؟ أنا طبعا مواليد جزيرة فيلتشة. هي جزيرة 12 كيلو ب6 كيلو، يقطنها تقريبا 350 عائلة، عدد سكانها 5000 تقريبا في ذاك الوقت، بعد قبل أن ننتقل إلى الكويت. حياة بسيطة، حياة قروية، عايشين طبعا أنا والدي صياد سمك أهل بحر، عايشين على صيد السمك، و عفوا الحياة تنتهي في جزيرة. شوف البراءة اللي عليه. إيه الشعر، خلي البراءة. الشعر اللي راح طاح الشعر يا عبيد. طاح الشعر يا عبيد، إيه والله، وزرعته هم طاح، ماكو فايدة وبس. فتنتهي الحياة في الجزيرة في أنا ذاك يعني، بعد تخرجك من الثانوية تنتقل عاد الكويت وتروح وتدرس وهذا. بس من أجمل يعني سنين حياتي بسبب من الأسباب اللي ممكن راح نتكلم فيه، طيبة. بس أحس إن قعدت للثانوية في الجزيرة. إيه أنا قعدت لغاية ثالثة ثانوي، يعني كل تقريبا مراهقتك وكلها في فيلتشة، سمك ولعب كرة ومركز شباب، بس ما في شيء أكثر يعني من كذي. بس أقول لك طيبة أهلها، طيبة التعامل، الأنفس، فلان علي خلاص هو أخوك، هو أختك، أمك، الحياة هذه كلنا أهل، تناسبنا، عزانا واحد، فرحنا واحد، رمضاننا واحد، أذاننا واحد، كل شيء واحد عندنا، ما عندنا أي جزء من التفرقة، لا تفرقة، لا عنصرية، لا مذهبية، لا عرقية، ماكو شيء، ناس بسطاء عشنا. ولما انتقلنا إلى عالم أكبر شفنا الاختلافات بال. طيب حبيت في الجزيرة؟ لا 17 سنة، وين مالي بالحب. وفي ناس يحبون 14. لا يا ابن الحلال، أنا حبيت 37. متأخر على الحب، لا طويل العمر يعني. إذا حبيت المواهب اللي عندنا، حبيت الكورة، حبيت. طيب